ايام مرسي اللي انا عمري ما قلت عنه رئيس ولا اعترف بيه رئيسا، ده موقفي. كان مرضي عنك جدا، ليه ما عينوكش نقيب؟ مين اللي كان مرضي عني؟ انا؟ ما حصلش. لا ازاي؟ مين اللي قال لمحمد مرسي انت غبي لما رجع مجلس الشعب؟ ما اليوتيوب عندكم، قلت له هذا القرار يحمل فتاه غباء السياسي. بعد ايه؟ مش بعد ايه؟ انا كان لساني لازق على التنين الانركيه والاشتراكيين ونحنح الثوره واللي بيتصوروا على نفسهم. اصل في فرق بين الثوار والثورجيه. الثوار دول مين الاشرار ومين الطيبين؟ مين الاشرار ومين الطيبين عشان بس اسم البرنامج؟ طيب الثوار طيبين، الثورجيه اشرار. اوكي. الثوار يثوروا عشان يهدأوا زي ما قال الشيخ الشعراوي. انما الثورجيه بيثوروا على نفسهم على طول، ولذلك لما بيصابوا لانهم شغالين تبع الدولار والشكل والاجندات الغربيه. ولذلك منهم ناس بتخرب لغايه دلوقتي. ودول اللي كان لساني لازق عليهم. ولساني لازق على اللي قال لي ادب وعلى الرسول وقال لك الرسول مش مصري. وكاتب كبير. يوميها انا قلت له الكلام ده عايله انت تحت تاثير ترامادول بس واخد. والراجل التاني اللي قال لي ادب وعلى المشايخ برضه قلت له انت قايل الكلام ده تحت يا استاذ. بس الناس طب هو هل حضرتك الكلام ده اللي بتقوله ده ما حدش يقدر يرفع عليك قضيه انك بتهنهم؟ طب ما يرفع. ما ده برضه كلام اما تقول لحد. احنا مش مطلوب مننا حتى الراجل الكبير نحترمه؟ مش ده المبادئ اللي اتعودناها؟ طبعا. اما نيجي وشفت الناس اصحاب الديانات التانية لما يوطوا على الخام ويبوسوا ايده ويوطوا على ما اعرفش ايه ويبوسوا ايده؟ طبعا. اما نيجي احنا نقول لناس محترمين ما لهمش علاقه بالاخوان ان دول خرفان. ليهم رب يحاسبهم. يعني ايه ليهم رب يحاسبهم؟ يعني ربنا هو اللي بيحاسب مش حضرتك. واحنا ما نردش ليه؟ ده الرسول قال لحسان بن ثابت زب عنا يا حسان. يعني ايه يحاسبهم؟ يعني ربنا هو اللي بيحاسبنا في الاخر. ايوه بس في حاجه بشريه يا ستي. ربنا ده قصه تانية. طب ما كانش بقى في اي قانون، كان سيب اللي يزني يزني واللي يسرق يسرق واللي يشرب خمر اللي يشرب خمر ونور ربنا يحاسبنا. لكن في فرمله وضوابط اجتماعيه عشان المجتمع يستقيم. طيب